في الجمعية التابعة لإنقاذ الحيوانات البرية في آغرا. ورد اتصال طارئ. من أين تتصل بنا؟ تم رصد قرد قرب الطريق السريع بموقع خطير، وتم إرسال فريق إنقاذ للتحقق. لا نعلم الكثير عن الموضوع، فلم يذكر المتصل اسمه أو موقعه. هذا غريب جدا. أجل، عندما تجد قرداً ملقاً على الطريق غالباً ما يكون السبب هو حادث. لا يمكث قرد في حفرة ما لم يكن مصاباً. لا أدري إن كان لا يزال هنا أم ابتعد. سأتفقد المكان، فربما زحف القرد إلى أسفل النفق ليهرب من الطريق بعد تعرضه للحادث. ربما كان ينازع في مكان ما ولا نستطيع رؤيته، وهذا أمر مثير جداً للتوتر. يا رفاق، أهو حي؟ أجل، أجل. أين هو؟ هنا في الصندوق؟ أجل. أوه يا إلهي، أوه، إنه قرد صغير جداً. هذا ليس ما كنت أتوقع رؤيته. برأيك كم عمره؟ ربما شهر. إنه صغير. مرحباً عزيزي، لا بأس. إن الاحتمال الوحيد لوجوده هنا هو أن صاحبه قد تخلى عنه. أتظن أنه المتصل؟ أجل، فربما يكون قد شعر بالذنب بعد أن تخلى عنه. يبدو بحالة جيدة، على الأقل هو ليس مصاباً. إني سعيد لوصولنا بالوقت المناسب، فربما لو تأخرنا كان القرد سيموت بسبب الجفاف. لنأخذه إلى السيارة لإيصاله إلى المحمية، وهناك سنقوم بفحصه والتأكد من حالته الصحية. على بعد 1600 كيلومتر في جمعية إنقاذ الحيوانات البرية، هل أنت جاهزة لمهرجان البطيخ؟ كارتك على وشك إطعام 76 دباً كسلاناً موجوداً في المركز. لقد جاءوا. آه، يوجد دباً هناك. هي تعلم أنها شاحنة الطعام. إذن فهي تنتظر بفارغ الصبر. يا رفاق، ابتعدوا. عددها كبير. تشارك هذه الدبابة اسمها مع نوع من الكسلانيات بسبب مخالبها الضخمة. يساعدها الخطم الطويل على شفط النمل الأبيض، كما أنها تحب أكل الفاكهة. أعتقد أنها الآن خلف الشاحنة. أوه، هل تحاول التسلق الآن؟ أجل. أتفعلها عادة؟ أجل، باستمرار. تم إنقاذ الكثير من دبابة الكسلان من التجارة غير المشروعة. كانت هناك مشكلة كبيرة في الهند، وهي أن قبيلة تدعى كالندر ظلت لمئات السنين تروض الدبابة وتعلمهم الرقص، لأنه وقتها لم يكن لديها وسيلة أخرى لكسب الرزق. يوجد هناك بعض الندبات على خطمه. سبب هذه الندبات هو أنهم كانوا يضعون الحبل حول خطم الدب ليجبروه على الرقص في الشارع. كان ذلك عملاً وحشياً، لذا كان علينا إيقافه. ولم يكن الحل بإرسال جميع المربين إلى السجن، بل بأن نجد لهم مصدراً بديلاً لكسب الرزق. لذا ساعدناهم بفتح متاجر وكسب أضعاف ما كانوا يكسبونه من ترويض الدببة، وأصبحت أمورهم جيدة. الآن أصبح أفراد قبيلة كالندر مستعدين للتخلي عن الدببة. استغرق حل هذه المشكلة 17 عاماً، لكنه أنقذ حوالي 600 دب في أرجاء الهند. كانت أوقاتاً عصيبة وحزينة. الآن تغيرت حياة هذه الدببة. لكن أحد الدبابة التي تم إنقاذها لا يزال يعاني من تداعيات ماضيه. تم إنقاذ كوبير وهو صغير من قبل قسم مكافحة الصيد غير القانوني، لذا لا وجود لندبات على خطمه. ولكن تدهورت صحة كوبير فجأة بعد 5 سنوات أمضاها في المحمية بصحة جيدة. تم العثور عليه مستلقياً على الأرض وغير قادر على السير أو النهوض بمفرده. لم يكن باستطاعته التحكم بحركته، فكان يسير ويقع بسبب ضربة على جمجمته تلقاها في صغره. كنا نشك بأنه يعاني من نزيف دماغي، فكانت الطريقة الوحيدة للتأكد هي نقله لمشفى بشري. لذا اضطررنا لتخديره، وأدخلناه خلسة إلى غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي.